السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. اليوم هنتكلم عن وظائف مراقب حركة ميداني لحملة الثانوية فأعلى في شركة المواصلات العامة. بتعلن شركة المواصلات العامة شركة تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام للحافلات عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مراقب حركة ميداني لحملة الثانوية فأعلى للعمل بالشركة برواتب تبدأ ب 7000 ريال شهريا. الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، لا يشترط الخبرة السابقة، إجادة اللغة الإنجليزية، متوسط فأعلى. المزايا: راتب شهر 7000 ريال، تأمين طبي، إجازات مدفوعة، أوقات ومواقع عمل مرنة، تدريب ودورات مستمرة. شركة المواصلات العامة هي شركة مشروع مشترك تابع للشركة العربية السعودية للنقل العام. هذا هو موقع التقديم، هنا تقوم بكتابة الاسم الأول، جميع البيانات، أمامها علامة نجمة حمراء معناها أنها إلزامية، اسم الأب، اسم العائلة، الجنسية، تاريخ الميلاد تقوم باختياره من هنا، رقم الهوية الوطنية، رقم التواصل، رقم الجوال، ثم تقوم بكتابة الإيميل. هل أنت موظف حاليا؟ نعم أو لا. الجنس تقوم باختيارها. هل أنت حديث التخرج؟ المؤهل التعليمي ثانوي دبلوم بكالوريوس، متوسط مستوى اللغة الإنجليزية، مبتدئ، متوسط، متقدم، ثم أرفق السيرة الذاتية بالضغط هنا، ثم تحميل السيرة الذاتية، ثم تضغط على كلمة إرسال، وبذلك تكون قدمت في هذه الوظيفة الخاصة بشركة المواصلات العامة، وظيفة مراقب حركة ميداني. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.